رهف القحطاني تقتحم مجال الغناء وتحصد الكثير من السخرية والتهكم، ثم تنشر مقطعاً تعلن فيه عن حاجتها لموظفين لمساعدتها، فتزيد من سخرية مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي. أطلقت مشهورة شبكة التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني أغنية بعنوان الدرب شايك عبر حساباتها على شبكات التواصل. الأغنية من كلمات عبد الله منصور ومن تصميم جديد الطرب. لا تطري مواجع وتقلب في المواجع وأحس اللي ردود فعل مستخدمي تويتر السعوديين كانت لافتة، إذ كانت سلبية وغير مرحبة بأغلبيتها الساحقة. كثيرون اعتبروا أن أغنية رهف فاشلة بكل المقاييس، فلا كلمات ولا لحن ولا أداء جيد. آخرون قالوا إن رهف أساءت لنفسها بهذه الأغنية ووضعت نفسها في موقف محرج بعدما كانت تقدم محتوى ترفيهي استلطفه البعض. أحدهم قال رهف تعدت مرحلة الثقة بالنفس إلى عدم الوعي بالذات. الانتقادات كثيرة جداً، من بينها ما تضمن عتباً على الأشخاص الذين ساعدوها في تحضير الأغنية، وأخرى اعتبرت ما يحصل أمراً تافهاً، حتى أن البعض هاجم رهف بشكل شخصي وتعدى موضوع الأغنية، وهو ما اعترض عليه بعض المستخدمين. هؤلاء قالوا إن نقد العمل غير الناجح أمر عادي، لكن التهجم على الشخص وشتمه أمر غير مقبول. لكن ما أثار السخرية أكثر هو مقطع فيديو شاركته رهف عبر حسابها على سناب شات، أعلنت فيه عن حاجتها لموظفين بسبب ضغط العمل عليها. أنا للأمانة عندي من يشتغل تمام، بس من ضغط العمل أحتاج موظفين، فهمتوا؟ يعني ما شاء الله اللي معاي فريق عمل مرة شاطر، فحابة أني أنا أطور عملي للأفضل وما يكون في ضغط. الله يرزقكم إن شاء الله ويرزقني. أنا بحط الإيميل، وحابة أنه الجادين فقط، ويكون تكون البنت أو ولد يكون ساكن في الدمام.